من هي السميث، اروح البرجمان اروح. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نشكر السيد أبو بعلام اللي استقبلنا في منزله، جينا من ولاية تلف، جينا لولاية تلف بان نديرو مقابلة. أنا سموني إسماعيل ملحة، عمري 13 سنة، يعني مدرسة السريع مدينة تلف. ونتقدم بجزيل الشكر ثانيا نتقدم بجزيل الشكر عمي أبو بعلام على حسن الضيافة. هنا رانا جينا احياء الذكرى لهذا اليوم التاريخي المجيد، هو نوفمبر ذكرى اندلاع ثورة التحرير. الله يرحم الشهداء، اول شيء الله يرحم الشهداء الابرار اللي بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلهم اللي رانا هنا عايشين في هذا الرخاء وهذا الحمد لله. كرويا لو بليزير تاعنا هاك تشوف الملعب قدام بليزير تاعنا، رانا لايمين، انا ملايمين هذا الكم الكبير من الاولاد راهم يلعبوا ما شاء الله، راهم سان ايشونج تاع تبادل الثقافه مع خاوتنا هنا في جلفه ولا شلف ولا في ابناء الوطن الواحد. الحمد لله استقبلونا احسن استقبال بدون رمي الورود، استقبلونا احسن استقبال كثر خيرهم. عطاونا وقتهم، عطاونا جهدهم، عطاونا مشكورينهم، مشكورين كثيرا، مشكورين بزاف. ونيابة عن كل سكان مدينة شلف بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. المدرسة الناشئة حديثة النشأ، كنا هذه عندها بالك سي لا بروميير اني تاعها، وهذه أول سي لا بروميير سورتي أوفيسيال تاعنا، أول خرجة رسمية تاعنا درناها لولاية جلفة الحمد لله مع خاوتنا هنايا. شكرا جزيلا للاستقبال المميز. بدعوة من رئيس مدرسة جيل شباب جلفة ليكون حضور في مدرسة مقابلة، مقابلة ما بين جيل شباب جلفة وصحيح شلف. نشكر الشيخ على الدعوة، وإن شاء الله الفريق إن شاء الله يقدم مقابلة مليحة، وحاجة مليحة للبلاد نستضيف الفريق من أعراق الفرق شلف مع غنية عن التعريف. هذا حاجة مليحة لنا وحاجة مليحة للبشرة وحاجة مليحة للبلاد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر قناة أوراستي على استقبالها لنا بارك الله فيكم. أولا بمناسبة اندلاع ثورة نوفمبر التحريرية المباركة، أبينا أن نستدعي فريق من ولاية شلف ولبونا الدعوة. قمنا بها، قدرنا قمنا بها. حاجة واحدة أخرى تبقى للساحة، واليوم راكم تشوفوا راه انطلاقة المقابلة. الحمد لله كانت روح رياضية عالية، كانت علاقات أخوية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.